يعني اللي بس على الفستان، لكن هو حظ بقى، هنعمل ايه؟ ربنا يستر. وده وقته. انا هرد لحظه واحده، ممكن يبقى هشام. الو، لا لحظه واحده، ثانيه. مين؟ سعد عطار. الو، ايوه سعد. لا لا لا، هند كويسه الحمد لله، ما فيش حاجه يعني. لا، وانا هنزل، انا هنزل بعد شويه كده. لا لا، كله اوكي، متشكره، اطمن. مع السلامه. سميحة، ممكن دقيقة واحدة؟ هند يا حبيبتي، مالك؟ مش قادرة، بس فظيعة، مش قادرة. فضلت مستحملة وفي الآخر ما قدرتش. استر يا رب. يا مهجة، مهجة. عيني يا مهجة، هند في الجو من المغص. طب ننقلها مستشفى ولا نعمل إيه؟ لا 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 لا، مستشفى لا. أنا عايزة أي حاجة بس لحد المغص ده، مش قادرة أنام. سلام. دلوقتي الدكتور حسن يجي يديكي حقنه تهدي المغص ده، ولا تسكنه، ولا تعمل اي حاجه. استني يا موجه، ما تنزليش للناس وانت في الحاله دي لو سمحتي. ممكن تهدي ناس؟ مين؟ ناس مين يا زينه؟ انت بالطريقه دي هتخلي كل الناس اللي تحت تعرف. ممكن تهدي؟ انا هتصرف دلوقتي، انا هنزل اجيب دكتور حسن. ممكن انت بقى تدخلي لها؟ ممكن. يلا. المغص خف شوية؟ أحسن الحمد لله. دكتور حسن، كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة. خير؟ طب قرب عشان أقول لك. إيه؟ هندي لازم تنقل المستشفى فورا. طب هننقلها إزاي بس؟ دي مش قادرة تقف على رجليها. يا جماعة ما تضيعوش وقت، لازم تتنقل بأي طريقة. لبسوا اي حاجه بسرعه. يلا. انت تعبانه قوي ولا تقدري تقومي تقفي على رجليك؟ احاول. انا هطلع لك هدوم عشان تغيري الفستان ده. قبل ما تغير هدومها دلوقتي، تخرج هي وياسر على البلكونه، يشاوروا للناس عشان الناس تمشي، فننقذ الموقف. انا نازله. هنروح المستشفى ومش هيطلع فيه اي حاجه. هنروح ثلاثه وهنرجع ثلاثه باذن الله. يلا. مش مهم اي حاجه دلوقتي يا ياسر، المهم انها تقوم بالسلامه يا رب. ماما شيخ، قول لهند باي باي، بتشاور لك. ده انت بالذات تعرف لو طلعت هتلاقي الباب مقفول، مكتوب عليه يافطه كده، ممنوع الاقتراب والتصوير. شاورت لك وقالت لك باي باي، عايز ايه تاني يا باشا بقى؟ امال فين سميحه؟ سميحه اهي. الحمد لله كله تمام، سبتهم بقى عشان يستريحوا، ما كانش فاضل غير انهم يطردوني. ربنا يسعدهم. يلا بينا يا سميحه. معلش يا بابا، بعد اذنك انا لازم اقعد شويه عشان في حسابات اخلصها مع الاوتيل واحصلها. طيب يا حبيبتي، يلا يا باشا. يلا 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 باي باي. ايه الاخبار؟ الحمد لله اتلحقت. اطمنوا 10 دقايق وتفوق، هي عمليه بسيطه جدا. عمليه ايه بالظبط يا دكتور؟ هو الايجار كان حصل فعلا، والخوف من النزيف، لكن الحمد لله كله تمام. الحمد لله. شكرا. الظاهر انه قافل الموبايل. انت كنت بتطلبي يا ساتر؟ وما اطلبوش ليه؟ اسمحي لي، ده تطفل. انا ام وعايزه اطمن، ومش هنام الا لما اتاكد واعرف منه ان الوقعه اللي وقعتها هند دي فاتت على خير. عايزه تطمني ولا تحرجيه قدام مراته؟ انا يا مذكور؟ ياسر ما قالش لهند ان احنا عارفين، يبقى اتصالك بيه دلوقتي هتفسره هند بايه؟ يا اما انك حما مزعجه
من حقك تتدخلي في حياتهم في أي وقت ووراه وراه، يا إما إنه طلع عيل وقلك، ففي كل الحالات هتفقد الثقة فيه. هو كل اللي همك هند وإحساسها؟ أنا بقى كل اللي يهمني هو ابني وبس. تفتكر إن ابنك هيبقى سعيد لما مراته تفقد الثقة فيه؟ وتفتكر إن ابنك هيبقى سعيد لما مراته تفقد الحمل؟ ده كان حلمه مستحيل بالنسبة له. خالتني رايح جاي وكل شويه تبص في الساعه، في ايه يا شاكر؟ سميحه اتاخرت قوي يا اخي، الساعه لسه 8:30 والفرح خلص الساعه 5. 5 إلا تلت ما تفرقش يا سوسو. لا تفرق يا بهجت كتير، لان لو كنا احنا اللي زودنا تلت ساعه فوق الساعه 5 كانوا حاسبونا عليها. مظبوط كلامك صح، يمكن ده اللي اخر سميحه. الله ازاي يخمها في تلت ساعه؟ ده من حقها طبعا، وسميحه تحب تاخد حقها بالكامل، بتعتصره من الحياه حتى اخر قطره. تعالي يا ابو كمال. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ زي ما انت شايفه كده، من ساعه ما فقت من البنج وهما الاثنين على الحاله دي، عاجبك كده؟ طب لو كانوا هما الاثنين مجانين خليك انت العقله. عقله ايه بس يا مهجه وانا شايفاهم في الحاله دي؟ جرى انت وهي، هي دي خلاص نهايه المطاف؟ الحياه لسه قدامكم، انتوا لسه صغيرين. طب ده انا اول ما اتجوزت الحمل بتاعي ما كملش برضه، لكن ما انهارتش وعملت زي ما انتوا عاملين كده. وخلفتي بعد كده؟ امال ما هي لقيتها على باب جامع؟ انا مش قادر اصدق، مين يصدق ان ليله فرحنا هنقضيها في المستشفى؟ انت بالذات بقى لازم تصدق. هو كاتب كتابك كتب فين؟ مش في المستشفى؟ وساعتها ما صدقت، خدت حقك قبل الهنا بسنة. يو بعدين بقى يا مهجة، هو ده وقته الكلام ده؟ ما هو لازم يفوق يا سميحة عشان يهديها مش ينهار زيها. مش قادر يا مهجة، مش قادر. اه يبقى انت مالكش بعاد هنا، اللي حصل لها ده مش سهل، خطر على صحتها. يلا يلا انت قوم روح على الاوتيل، وانت كمان يا سميحة يلا روحي يا حبيبتي زي ما انا ابوكي قلقان عليك. لا يا ياسر ما تسيبنيش. انا كمان مش هقدر اسيبهم، انا هفضل معاهم هنا بات معاهم، ما انا مريش حاجه في البيت. امشي وراكي، وراكي جوزك وبنتك، يلا روحي على بيتك. انت ايه اللي جرالكم؟ طب انا حسن عارف الحقيقه، انت بقى هتقولي لابوكي ايه؟ هتقولي له بنتي بره البيت ليه وبنتي فين؟ ما فكرتيش في الموضوع ده؟ هو انا في دماغي افكر في حاجه بس يا مهجه؟ هنلاقي لها حل ان شاء الله، هنلاقي لها حل. الو اهلا يا عريس. اهلا شكر باشا. حاضر حاضر ثانية واحدة. شاكر باشا، ياسر عايزك. ياسر خير يا رب. ألو ألو. أيوة أنكل شاكر. لا إحنا كلنا كويسين قوي الحمد لله. آه هند عايزة أتكلم حضرتك أهي. أيوة يا بابا، إزاي حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله إحنا كويسين. سميحة معانا. انت قلقان ليه بس يا بابا؟ طيب اهي سميحه مع حضرتك. يا بابا ما تقلقش يا حبيبي، انا بس يعني هند شبطانه فيا عشان اسهر معاهم وانا مش عايزه ازعلها. ياسر مع حضرتك. ايه يا انكل، انا بس كنت عايز استاذن حضرتك في حاجه. يعني حضرتك عارف سميحة تعبت معانا اليومين اللي فاتوا قوي في الجهاز وتوضيب الشقة والفرح، فاحنا بقى عايزينها النهاردة تسهر معانا وتتعشى معانا وتبات معانا هنا في الأوتيل إن شاء الله. عشان خاطري. بلاش عشان خاطري أنا، عشان خاطر هند. متشكر قوي يا أنكل. شكرا متشكر قوي. مع ألف سلامة، مع السلامة. الحمد لله، مش قلت لكم ولا لها حل؟ اقتنع ووافق. هيا يا دكتور، ايه الاخبار دلوقتي؟ الحمد لله اطمئن، درجة حرارة 37. الحمد لله، يعني ممكن تروح ولا لسه هتقعد في المستشفى؟ ممكن تخرج مفيش مشكلة. كتر خيرك يا دكتور، شكرا. بس خليها هنا. بتمر بحاجة يا فندم؟ لا متشكر قوي. كل بيتي يا فندم. ميرسي. ايه ده كله يا ياسر؟ انت عامل وليمة ولا ايه؟ طبعا عامل وليمة، دي أقل حاجة.
انا عارفه ليه، عشان هنبات هنا مش في المستشفى. لا يا حبيبتي، عشان انت بس رجعتي لي بالسلام. يا حبيبي يا ياسر، ربنا يخليك ليا. انا كده بقى اطمنت على هند، اروح انا بقى. نعم نعم، هتروحي فين؟ لا انت مفيش مروح، لا النهارده ولا بكره كمان. ولا بكره كمان؟ ازاي بقى؟ انا في اوضه حجزتها خلاص باسمك. انت تعبتي معانا قوي اليومين اللي فاتوا دول يا سميحه، وعشان كده لازم ترتاحي معانا اليومين اللي جايين. حقيقي انا مهما عملت مش هقدر رد جمايلك. ما تقولش كده يا ياسر، انت بالنسبه لي دلوقتي اخ، واخ عزيز عليا كمان. بس يعني يو بقى، مفيش بس. يلا بقى عشان انا جوعت قوي، يلا ناكل. ياسر صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. ازيك يا هند، عامله ايه؟ الحمد لله. وشك النهارده هو ما شاء الله زي القمر. بس انت وشك تعبان. معلش يا هند حبيبتي، ما هو برضو اللي حصل امبارح ما كانش شويه. ايوه طبعا، امال انا اقول ايه بقى؟ يا ستي لا تقولي ولا اقول لك، الحمد لله انها جت على قد كده. يا حبيبي ليه الزعل ده كله؟ احنا مش كنا امبارح خلاص بعد ما رجعنا كده هدينا وقعدنا نهزر ونضحك وتعشينا مع سميحه؟ هي فين سميحه؟ ايه يا سميحه؟ انت لسه ما طلعتيش؟ يعني بتسلى شويه، وبعدين زمان هند وياسر لسه نايمين مش عايزه اقلقهم. طب انا عندي اقتراح بديع جدا، ايه رايك الوقت ده احنا ممكن نام؟ لحظة واحدة معلش. سوري. الو، اهلا يا ترى. انا بكلمك وانا لسه جاي من السفر قبل ما اروح المكتب. سوري معلش. طب بعدين ليه؟ اصلي قريت في جورنال وانا بره ان الواد اللي انا اتهمته بحرق المركب طلع براءة، اللي انت شهدتي معاه ثبت انه ماسك كهربائي. امتى اتنشر الخبر ده؟ انا حبيت اقول لك دلوقتي قبل ما انشغل وانسى. برافو يا سميحة، انت خدتي موقف وقعك في مشاكل كتير، ما همكيش تخسري ايه او تخسري مين. انا شخصيا زعلت منك، لكن كنت معجب بصلابتك. وانا قلت حاجه تضحك من فرحتي. عموما انت كمان عملت موقف ما كنتش اتوقعه منك. المستشار هو اللي قال لي عليه. متشكره يا ترى، مع السلامه. اقول لك على خبر هايل. يا ريت. الراجل اللي كان متهم في حريق الباخره طلع براءه. الحمد لله. شفتي بقى تعبك ما راحش هضر. يا سلام، من زمان من زمان ما سمعتش خبر حلو. ايه فتحه خير النهارده، سمعنا خبر حلو، بكره نسمع خبر سعيد. صباح الخير. اهلا، ازيك يا سميحه؟ ده انا كنت لسه هلبس وانزل ادور عليك. طب ما انا اهو شغلتين عليك يا سميحه. كنت فين؟ نزلت اتمشى شويه في الجنينه وراجعلكوا بقى بخبر حلو. بجد؟ طبعا بجد. الراجل اللي اتهموه انه عمل الحريقه طلع براءه. طبعا مش انا السبب المباشر يعني، بس الحمد لله الحمد لله ان ظهر الحق. بالمناسبه دي بقى انا عازماكوا على الغدا. لا في حد بقى سبقك وعزمنا. وده مين ده؟ سعد عطل. نمره الاوتيل على طول مشغوله. انسي بقى، نبقى نسال عليهم بعدين. ما يصحش برضو يا رجائي، ده انا روحت امبارح وانا قلقانه جدا على هند، اصلها وقعت حته وقعه ممكن اثار هيبان بعدين. ايوه ما انا كنت هعرف. وانت هتعرف منين؟ من سميحه. ما هي باتت معاهم في الاوتيل. نعم باتت معاهم. اه مستغربه ليه؟ ها مستغربه ليه؟ لا ابدا. ابدا ايه يعني؟ عايز اعرف. طيب عيني فينك كده؟ انا مش فاهمه انت بتضحك على ايه. اصل انت شكلك زي العسل وانت مكسوفه ومرتبكه كده، ما هو ليكي حق تستغربي طبعا. بص يا حبيبتي، هم خدوا لها اوضه جنبهم في الاوتيل. انا لا هستغرب ولا هقول ليه. انا اقول لك ليه؟ سميحه وبشهامه كده لعبت دور الام، قامت بمجهود خرافي من اول ما بداوا يحضروا للجهاز لغايه يوم الفرح، شالت العبء ده كله لوحدها. عموما دي لمسه جميله منه، وطبعا دي كانت فكره هند. الحقيقه لا، دي فكره ياسر، هو اللي فكر واصر انه يعزمها. الحقيقه ان انت لازم تتحب. انا عمري ما شفت ولا هشوف حد زيك. كان ممكن توافقني وتقولي انها فكره هند. اذا انا اكذب يعني؟ طب ليه؟ يعني علشان انت كنت واخد موقف منه. أنا ما باخدش موقف دائم من حد، الولد ده لو اتغير للأحسن طبيعي موقفي منه هيتغير، وبعدين ما تنسيش إنه بقى من العيلة خلاص. يا بخته. يا بخت العيلة بيك أنت يا قمر. أنت لسه عندك أمل؟ أنت أملي.
أنا علشانك يا حبيبتي اتعلمت الصبر وعندي استعداد أصبر سنة ومية وألف والآخر لحظة في عمري. هند هند يا بنتي بالراحة بالراحة على مهلك شوية. رند عايز اطمن عليك يا ورجاء. ألو. أيوة رندا ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. لا أنا بقيت كويسة الحمد لله. الحمد لله تمام. طيب الدهون. أيوة يا رجاء ازيك انت عامل ايه؟ أنا الحمد لله كويسة. بقولك ايه يا رجائي ما تجيب رندا وتيجوا تقعدوا معانا يا أخي نتغدى مع بعض. على العموم أنا راجعة بكرة إن شاء الله. ماشي أوكي مع ألف سلامة. باي باي. إذا كان إحنا نفسنا معزومين على الغدا هتلمي له العيلة وعيلة العيلة. سلام بتضحكي؟ الحمد لله على السلامة. حضرتك وصلت إمتى؟ أنا لسه جاي من المطار على هنا على طول. قول لي أخبار أوتيل شاربي. مش بطل. انسى الأوتيل اللي شفته قبل ما الشركة تشتريه. هو بصراحة موقعه رائع بس أعتقد إنه عايز شغل كتير عشان يليق بمستوى الأوتيلات اللي بتمتلكها الشركة. أنت لو شفته مش هتعرفه. خلاص إذا كان كده يبقى مفيش مشكلة. إحنا ممكن نعمل الافتتاح في ميعاد. أنا اللي قلقني الستاف يا سعد. وده اللي لمسته لما بت الاتنين هناك. إلا منهم اللي تقدر تقول إنه فاهمين الشغل صح. ده غير إن العدد مش كافي. هي بصراحة مشكلة لأن الأوتيلات اللي في شرم في أوتيلات كتيرة منها على مستوى عالي. واللي بيفرق أوتيل عن أوتيل في المنافسة الشديدة دي هو مستوى الخدمة والإدارة. أنا فكرت أنقل الكفاءات من هنا لشرم لكن هيعملوا عجز عندنا. ما تقلقش احنا الاوتيل هنا في نظام وسيستم مستقر بقاله سنين طويلة. احنا مش لسه هنبتدي دلوقتي. وحصل قبل كده ان احنا جبنا ناس جديدة ودابت في النظام وبقت كفاءة دلوقتي. نظريا كلام سليم لكن عمليا صعب. مين اللي هيقبل يتنقل من هنا لشرم ومين اللي ممكن يجي يحل محله؟ سيب لي دي وانا احلها. اتفضل. انا بفكر البس السكيرت دي على البادي ده اوكي. يا اما بقى البس الفستان ده بس انا يعني حاسه انه هيبقى قصير شويه. هند ممكن تبطلي جري وحركه كتير. انا خايفه عليكي. يا ريت مكان عزمنا ولسه كمان هننزل لغايه الريستوران. يا حبيبتي انت قلقانه ليه بس؟ احنا هنخرج من هنا هنركب الاسانسير هننزل دورين هنلاقي الريستوران في وشنا. ايه بقى التعب في كده يعني؟ برضو انا كنت افضل النهارده نتغدى احسن في السويد. يو بقى هو انا لاقيها منك ولا من ياسر؟ هو كمان بيخاف عليا قوي. ده مش عايز نتحرك حركه واحده. عنده حق. انا لو منه كنت اعتذرت لسعد. ونعتذر نقول له ايه؟ نقول له اللي حصل ولا نرفض كده وخلاص يعني؟ لا نرفض كده وخلاص بصراحه تبقى قله ذوق مع واحد كل ذوق. طب المهم ما قلتليش هلبس اني فيهم. اي حاجه هتلبسيها تبقي قمر فيها يا قمر حبيبه قلبي. طب انت هتقعدي كده بلبسك مش هتغيري؟ ما انا ما عنديش لبسه تاني هنا. اجيب لك بلوزه من عندي؟ انت بتهزري بلوستك انت هتخش فيا. لا مش مشكله خالص يعني مفيش حد غريب يعني احنا وسعد بس. طب ما يمكن مراته تكون معايا. يمكن بس ما اعتقدش يعني. بقول لك ايه هي لطيفه زيه كده؟ لطيفه جدا. بيحبها؟ بيحبها بيموت فيها. ده هي حياته كلها. يا سلام. مع انها يعني مش حلوه قوي. يعني سعد ده مش من النوع اللي يحب واحده عشان جمالها. الجمال عنده حاجة تانية خالص. وانت ايش عرفك؟ متهيألي كده. يلا بقى قومي البسي. يلا يا قمر قومي البسي عشان نازل نتغدى. حاضر. أهلاً. صباح الخير. صباح الفل. على فين؟ أبداً كنت بتمشي.
بس شكلك كده ما شبعتيش نوم. مين دي؟ ده انا رحت في سبع نومة. فين بقى؟ في الجنينه ولا على الكنبه؟ الواحد لو باله مرتاح ينام في اي حته. عارفه من احلى الحاجات اللي فيكي انك انسانه بسيطه وجميله بجد. الدنيا هي اللي جميله في عينيا النهارده، كل شيء جميل. الجميل بقى ان انت تبقي متفائله بالشكل ده. ده النهارده بس؟ ده انا لغايه امبارح ربنا يعلم كانت حالتي ايه. الدنيا مليانه هموم، بس المهم ان الحياه لازم تستمر. مالك بتقولها بأسى كده ليه؟ طب وسيادتك بقى عندك هموم ايه؟ ده انت يكفيك انك عشت في حياتك قصه حب جميله ولسه عايش فيها. طب عندك مشاكل ايه بقى؟ ايه مثلا، مشاكل في الشغل؟ لا، مشاكل الشغل دي انا متعود عليها وبتتحل. بتهيألي الشغل في الاوتيلات ده حاجه لذيذه وممتعه جدا، مسلي، المكان جميل بجد. جميل. ايه رايك بقى بما ان المكان عاجبك انك تيجي تشرفينا وتشتغلي معانا هنا؟ انا ما ترديش بسرعه، خدي وقتك وفكري. انت لسه بتفكري؟ وافقي طبعا، ما ترفضيش الفرصه دي ابدا. فرصه ايه؟ مش لما تعرف هتشتغلي ايه؟ بنتي كانت مدير عام، فاهمين يعني ايه مدير عام؟ لو كانت صرت سنه ولا اتنين كانت بقت وكيل وزاره. يا شاكر، المراسم مش مهمه، المهم الانسان يشتغل في المكان اللي يرتاح فيه. بالظبط، وبعدين محدش يطول يشتغل هناك، ده المكان هناك حلو جدا والريستورانات تجنن والبسين والفيو يجنن. بعدين جربي، لو عجبك الحال استمري معك لابوس. شكرا، وانا واثق انك هترتاحي في الشغل مع سعد. سعد انسان ممتاز، شايلنا جميل، فات عليه سنين، راجل كبر ونجح، لكن لسه فاكر، ثم هو عايز يرد جميل. ايه ده كله؟ شهادة تخرجك عظيم، قرار تعيينك في الوزارة بإدارة العلاقات العامة، قرار ترقيتك مديرة في إدارة البحوث، قرار تعيينك مدير عام، طلب استقالتك من الوزارة. انت لما هتشتغلي معانا مش هتفكري ابدا في الاستقالة. ان شاء الله. انت في البداية هتمر بفترة تدريب مهمة، لازم يكون عندك فكرة عن طبيعة العمل في جميع أقسام الفندق المختلفة اللي ليها تعامل مع النزلاء والزوار بطريق مباشر. زي إيه مثلا؟ زي الاستقبال، زي الاستعلامات، إزاي يتم حجز الغرف، ده غير حجز قاعات الاحتفالات والأفراح والمؤتمرات. كل ما هيكون عندك خلفية أكبر كل ما هتستفيدي أكتر. هو انا هشتغل ايه بالظبط؟ في العلاقات العامه. سميحه، ها جميل، نقول مبروك. متشكره قوي يا سعد، تعبت نفسك على شيء. يا سلام، ده انا كنت عايز اخدم الاوتيل. طب على الله، انا بس انفع وما خليكش تندم. على الله انت بس اللي ما تندميش. اندم؟ هندم على ايه؟ اقل حاجه هتصطبحي كل يوم الصبح بوشي. دي احلى حاجه. سلام. مع السلامه. المفتاح لو سمحتي. ايوه، اوضه كام يا فندم؟ 125. حاضر، لحظه واحده. ايه مش لاقيه؟ لا مش موجود. طب ايه دي، ما تتركيش. اوف بقى، استنى قبل ما اجيب المفتاح. هو حضرتك متاكد انك سلمت المفتاح هنا؟ طبعا متاكد، ده انا مسلمه لك بنفسي. مفيش مشكله، هنفتح الاوضه بالماستر كي. اتفضلي انت يا حبيبتي وانا هحصلك. وعلى كده بقى، لما هندخل الاوضه هنفضل محبوسين فيها، ولا لما نحب ندخل او نخرج هندور على حد يفتحها لنا بالماستر كي؟ اتفضلي شوفي لي المفتاح. ايه الفوضى دي؟ سميحه هاني، لسه ما لقيتيش المفتاح؟ لا لسه. لا لسه؟ وبكل بساطه كده استاذ لو سمحت، مفيش داعي للعصبيه. اطلب لي مديري الفندق. انت بتزعق كده ليه؟ ما تتكلم بطريقه احسن من كده شويه. انا حر يا اخي. حر في بيتك. اللي بكلمهم دول ناس محترمين، اللي واقفه قدامك دي مدير عام بنت اكبر عيله.
الو، حضرتك نسيت مفتاحك في اوضتك. مش ممكن. اتفضل كلم المدام. ايوه حبيبتي. تصور المفتاح معايا انا اللي لقيته بنفسي على الترابيزه. كان مستخبي يا سيدي تحت الجرنان. يلا حصل خير ولا يهمك، تعال بقى. معلش يا جماعه، حصل خير. معلش. خلاص بقى طارق، ايه ما تنرفزش نفسك. يا سميحه انا معاك فين؟ انا ما اقدرش استحمل كده ابدا. وتستعملي ليه؟ ايه اللي غصبك يا طارق بيه؟ ده شيء عارض ما بيحصلش عندنا ابدا، وهو على العموم ماشي بكره. قبل ما يمشي انا هكون مشيت من هنا. سميحه انا، سميحه انا نفسي افهم كده. من فضلك مش مستعده لاي اسئله عن اذنك. سميح انا اسف جدا اللي حصل. ما يحصلش ده غير قدام طارق. طارق بيه نزيل ودايما بينزل هنا، وده شيء وارد. وبعدين الناس النزلة اللي هنا بيتعاملوا مع العاملين بذوق واحترام، حتى لو حصلت مشكله ما بيحلوهاش بالزعيق وبالخناق، بيحلوها بهدوء. وبعدين انا مش فاهم انت رايحه فين دلوقتي. ماشيه، هغير هدومي وامشي. هتروحي ومش راجع هنا تاني. انا ما اقدرش استمر في المكان ده. طب هتسوقي ازاي وانت بتنرفزه كده؟ لو سمحت اهدي شويه. انا لما امشي من هنا ههدى وافصل، هفصل زي ما بهجت بيقول. طب لو سمحتي اسالي بهجت بيه عن رايه قبل ما تاخدي قرارك النهائي. بهجت مهما كان حاسس بيا وفهمني، لكن هو مش انا، وانا خلاص قررت اختصر الطريق. يا سميحه مش معقوله كده، مش معقوله قله ذوق الراجل ده تخليكي تاخدي القرار ده. ما هو وارد انك تقابليها في اي حته دلوقتي وانت سايقه في الشارع. وارد جدا ان الراجل يكسر عليكي وبدل ما يعتذر يشتمك ويجري. مش معقوله بقى هيبقى قرارك انك مش هتسوقي نهائي او ما تنزليش الشارع؟ ولا يعني المساله عشان خاطر طارق بيه كان موجود ما كنتيش تحبي ان انتوا الاثنين تبقوا موجودين في نفس اللحظه في نفس المكان؟ يعني في حدود علم ان علاقتكم لسه طيبه ولسه بتتصلوا وبتكلموا مع بعض. بصراحه انا مش مقتنع، مش شايف ان في سبب مقنع انك تاخدي قرارك ده. يكفي ان انا مقتنعه بقراري ده. اشوف وشك بخير يا سعد. طب بعد اذنكم ارد على الموبايل. اتفضل. الو، اهلا يا سعد. اهلا، انا في اجتماع الجمعيه العموميه لجمعيه اصدقاء الطبيعه. طيب 10 دقايق واتصل بيك. اوكي، باي باي، مع السلامه. يا ترى التوصيات دي ليها اي فعاليه؟ المهم الاستمراريه، واحنا مش لازم نفقد الامل، لأن إحنا لو يأسنا أو فقدنا الأمل يبقى علي العوض. إحنا بنقوم بعمل تطوعي، ما قلناش إحنا مالنا. إحنا لو قلنا وإحنا مالنا، أمال يبقى مال مين؟ ما إحنا قلنا واعترضنا، واعترض غيرنا على مذبحة الأشجار، والمذبحة مستمرة لغاية دلوقتي. ولا السحابة السوداء، ما بقت واقع متكرر في حياتنا. يا محاسن الصدف، جيتي بدري النهاردة يعني. أهو. وانت بقى كنت فين يا بهجت؟ انا كنت في جمعيه، يا ريتك تنضم لينا. لكن انت دلوقتي مشغوله اكتر من الاول. لا انا خلاص ما بقتش مشغوله. يعني ايه؟ انت اللي عرضت عليها تشتغل هنا. ايه المشكله يا طارق بيه؟ في ناس كتيره بتشتغل هنا معاها شهادات عاليه وولاد ناس محترمين. ايوه، لكن في ناس برضه ما تقدرش تستحمل السخافات البعض للجمهور. سميحه لا، انا نفسي عرضت عليها انها تشتغل معايا ايام ما كان بينا يعني مشروع خطوبه. رفضت وبشده كمان. قالت ازاي يبقى جوزي هو رئيسي في العمل، مع ان انا عاملي جدا في شغلي. الشغل. هي دي سميحه. سميحه معتزه جدا بنفسها. انا مش فاهم ازاي تقبل عرض زي ده. يعني انت خلاص صرفتي نظر؟ ده قراري النهائي. طب يا ريت تأجلي إعلان قرارك ده للعيلة. ليه بقى؟ يعني أنا بقول أنت دلوقتي تحت تأثير الانفعال، جايز لما تهدي تغير رأيك. لا لا لا، أنا لا عصبية ولا متنرفزة. والله أنا خايف لا تندم يا سميح. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. ده مثل انهزامي، ما فيهوش بعد نظر، ما فيهوش عقل، ما فيهوش روية. بالعكس، ده منتهى الحكمة. لا، الحكمة بتقول لا تصرخ الباب وراءك بشدة، فقد تحتاج للمرور منه مرة ثانية. استحالة، أنا ممكن أمر منه تاني؟ استحالة طبعا.
الله انت بس اللي ما تندميش. اندم؟ اندم على ايه؟ اقل حاجه هتصطبحي كل يوم الصبح بوشي. لا كل يوم ولا كل سنه. خلاص انتهى بقى. طارق اتصل بيا يطمن عليكي. يطمن عليا؟ وايه اللي حصل النهارده في الشغل؟ ما حصلش حاجه. ما ايه اللي سمعته من طارق ده؟ وهو طارق لسه قاعد في الاوتيل؟ لا طارق ساب الاوتيل من فتره، مش كده ولا ايه؟ ايه ده؟ هو عارف انك بتشتغلي في الاوتيل؟ جايز. ما هي الرجل تدب مطرح ما تحب. انا ما احبش اسمع الكلام ده، لا بجد ولا بهزار. يا سلام، وهتتحمي عليا قوي كده ليه؟ دي ما كانتش كلمه قلتها. ها كمل يا شاكر، قول لي سمعت ايه؟ مفيش. اللي سمعت سمعته يا شاده. لا يا بابا قول اللي سمعته. انا عايز اعرف اللي اسمه طارق ده قال لك ايه. انت قلتي لي يا بنتي انك انت هتتعيني في اداره. اللي قاله لي طارق غير كده؟ ايوه يا بابا، انا فعلا اتعينت في اداره شؤون النزلاء، ودي الزامها تدريب في اقسام مختلفه، ومن اول ما اتعينت ومن اول ما بدات التدريب ما حصليش ولا مشكله. يعني ما فيهاش حاجة، يعني لو مرة حصلت مشكلة ان يعني واحد من النزلاء اتكلم كده بطريقة جافة فيها قلة ذوق. دي مشكلة عابرة ممكن تحصل في أي مكان مش في الشغل بس يعني. هو يكون الراجل ده تطول عليك بأي كلمة. هو طارق كان هيسكت؟ لازم هيوقفوا عند حد. والله يبقى كتر خيره. كتر خيره قوي، منين ما يظهر تظهر معاه المشاكل وخصوصا في شغلي. طارق قال لي انك انت سبت الشغل. هو قال لك كده؟ ايه يا قشطة؟ مالك دبلانة وحزينة كده ليه؟ زعلانة عشان أنا انشغلت عنك امبارح؟ معلش، سامحيني. مش هنشغل عنك تاني. انا ما كل الكلام الحلو والدلع ده للزرع، ده انا افتكرتك بتقوله لي انا. نسيت انك بتحب الزرع وتقعد تدلعه وكانه بيحس بيك وبيسمعك. شوف يا سميحه، النبات بيحس بصاحبه بالظبط، يعني يدبل ويزعل لو صاحبه انشغل عنه، زي ما يكون او زي ما يبقى محتاج لشويه ميه بيبقى محتاج لمسه حنان. انت واقفه كده ليه؟ ما تقعدي. لا انا ماشيه على طول، هروح الاوتيل اسحب ورقي، هخليه عندهم ليه؟ سلام. كلام. تفضل. صباح الخير.